قنواتنا الشيعية مواد كثيرة عندها الآن من هذه الثروة العظيمة. من العقائد. شوف محمد بن مسلم يقول: سيدي أنا كثير العلل، من مرض المرض، ومن ألم الألم، وتداويت بكل الأدوية فما نفعني شيء. قال له الإمام الصادق: فأين أنت عن طين قبر الحسين بن علي؟ فإنه شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. يعني كل أنواع البلاء تربة الحسين تقضي عليه، كل أنواع المرض، ليس فقط مرض البدن، لا، حتى مرض القلب وحياة عيونك، حتى الشك إذا يصير بقلبك، إن شاء الله بعيد عنك، أنا ما شايف شك بقلوبكم أبدا. فيقول له: وتربة الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. ظالم حاكم ظالم، ها، خوف عليك. قال: وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح. هؤلاء اللي فجروا المراقد في سامراء، إذا الإمام الحجة كان ظاهر كان عندهم مانع من قتل الإمام الحجة قطعا، قتلوا آباءهم من قبل، ذول أولاد أولئك، أتباع أولئك. القرآن يقول: أنتم أحبتي كل يوم لكم كتاب يرفع إلى الإمام صاحب العصر والزمان. أنت أيها الحبيب لك كتاب، في كل يوم ملائكة يطبقون الكتاب يحملوه للإمام صاحب العصر والزمان، يقولون: هذا كتاب عبد الحميد، هذا كتاب حسين، هذا كتاب محمد باقر، خذ هذا الكتاب. تعال، الإمام يقرأ الكتاب، يوقع على الكتاب. الآن تريد أن تحضر هنا، إذا الإمام الحجة ما يوقع ما تحضر، ما تقدر تحضر المجلس، إذا ما يوقع ما تحضر أبدا. حتى أبو عبد الله الإمام الحسين لما يعطيك شيء الإمام روحي له الفداء يحوله على الإمام صاحب العصر والزمان، لأن هو إمام العصر، واحتراما له الإمام يوقع تأخذ حاجتك أنت. من السيرة، من التاريخ، السيدة الزهراء، قرار السيدة الزهراء سلام الله عليها تروح إلى مجلس عرس اليهود، إن الله يدافع. وشلون يدافع؟ نزل جبرائيل بعد ظهر الجمعة، نزل جبرائيل بتحفة من الجنة، حريرة خضراء، فتحوا الحريرة فيها ثوب من سندس الجنة، وفي وسائل المكياج من الجنة. السيدة الطاهرة تجملت ولبست ثيابها من الجنة. لما دخلت في مجلس نساء اليهود، خلي نشوف بنت النبي شلون تدخل، فلما دخلت الزهراء بثيابها المتلألئة من الجنة غارت العيون فوقعن